مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل مع بعض ان شاء الله طريقة تحضير وجبة بامية كتير سهلة وبسيطة، وبتتحضر بطريقة كتير سريعة. اول شي عنا 3 حبات بندورة، 6 حبات ثوم، بصلتين حجم وسط، نص كيلو لحمة، ملعتين طعام شراب، ملعتين طعام زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، وملعقة صغيرة ملح، وعنا نص كيلو بامية. لنبلش الطريقة، بدي أقطع البندورة ونشيل العرق. هذه البامية كتير سهلة التحضير، يعني بتحضروها بسرعة. وفيكن إذا حبيتوا بتقدروا تعملوها بدون لحمة. قطعنا البندورة بحطهم على جنب. عنا صينية، هلا شو بعمل؟ بحط الزيت، بنحط البامية كمان. فيكم تستعملوا بامية هيدا، فيكم تستعملوا بامية فريش او بامية مثلجة. وزع البصل، ثوم، رح اقص الثوم على النص. كمان في عنا قرن حار، شو رح اعمل انا؟ رح اقص الحار بس على النص ليعطي نكهة، ما بدي اياه تطلع كتير حارة. وزع اللحمة، البندورة، خليتهم شوي. هيدي الوجبة أخذت معنا بالفرن حوالي 45 دقيقة. عملت على جنبها رز مع شعيرية، هيدا الشكل النهائي، شكل اسم الله بشهي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.